نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها. تأخير تنفيذ الاتفاق الروسي التركي لخروج الثوار وعائلاتهم من أحياء حلب الشرقية. الموفدة الأمريكية تنقل إلى عون رسالة دعم للبنان. صيغة قانون الانتخاب الجديد محور بحث وفد تكتل التغيير والإصلاح مع الحريري والجميل. صباح الخير. أطفال يئنون تحت الركام وجثث ممددة وممزقة على الطرقات. إنه المشهد غير المسبوق في القرن الحادي والعشرين تعيشه مدينة حلب ليعم العالم وتتناقله الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. والمشهد الذي يندى له جبين البشرية ويرقى إلى صنوف الإبادة الجماعية ينفذه نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه من دون توقف وعلى وقع الجلسة المنعقدة لمجلس الأمن وهي المخصصة لبحث المستجدات في حلب. والسؤال: من سينتصر لشعب حلب ومن سيوقف صواريخ الراجمات وحمم الطائرات في وقت لا يزال الآلاف من المدنيين العزل تحت نيران الحقد والضغينة التي فتكت بالأطفال والنساء ودمرت البيوت على رؤوس قاطنيها؟ حلب المنكوبة والثكلة لم تكن بعيدة عن هموم اللبنانيين الذين تدعوا للتضامن مع أهلها مستنكرين المجزرة المفتوحة وذلك في ساحة سمير قصير في قلب بيروت. في الميدان لم يبدأ حتى الساعة خروج الثوار من المدنيين من أحياء حلب الشرقية المحررة وذلك عبر معبر حي بستان القصر بحسب الاتفاق الروسي التركي، بينما أعلنت أنقرة أنها ستقيم مخيما لاستيعاب نحو 800 ألف لاجئ من حلب. هذا وطالبت واشنطن بمراقبين دوليين للإشراف على عملية الإجلاء. أعلن أحد فصائل المعارضة في شرق حلب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع القوات الروسية بمسعى روسي تركي ينص على خروج الثوار بسلاحهم الخفيف من معبر بستان القصر، في وقت نفت كتائب الأسد لوكالة رويترز علمها بأي اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب. عمليا أحياء حلب الشرقية تباد بأيدي النظام وأتباعه من الميليشيات الطائفية وبدعم روسي على حد قول أحد الناشطين المحاصرين في المدينة المنكوبة. وفي ظل تقدم كتائب الأسد تعيش المدينة أوضاعا وصفت بالكارثية حيث هجر الآلاف المدنيين وأخرجوهم من بيوتهم تحت الشتاء. وتحدث ناشطون من داخل الأحياء المتبقية عن إعدامات ميدانية وحرق لجثث أطفال ونساء وتصفية لعشرات المدنيين بالرصاص بأيدي الميليشيات الطائفية، فيما لا تزال أصوات القذائف والصواريخ تنهال على الأحياء المحررة بشكل عنيف. وفي وقت أعلن الجيش التركي قصف 185 هدفا لداعش الإرهابي شمال سوريا، كشف البنتاغون الأمريكي أن التحالف الدولي قتل 3 قياديين من داعش في الرقة. هذا وشهدت عدة مناطق في سوريا تظاهرات شعبية غاضبة لما آلت إليه الأوضاع الميدانية فيما تبقى من أحياء محررة في مدينة حلب تخللتها شعارات لنصرة حلب وتنديدا بصمت الفصائل عما يجري في المدينة المحاصرة واستنكارا بالمجازر التي ترتكبها قوات الأسد وروسيا. حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة طارئة لمجلس الأمن النظام السوري وحلفائه وروسيا وإيران على السماح بصفة عاجلة للمدنيين المتبقين بالانسحاب من حلب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقال بان لمجلس الأمن: في الأيام والساعات الأخيرة لا نشهد فيما يبدو سوى جهد شامل من جانب نظام الأسد وحلفائه لإنهاء الصراع الداخلي في البلد من خلال انتصار عسكري شامل لا هوادة فيه. من جانبها طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور بنشر مراقبين دوليين حياديين في حلب للإشراف على إجلاء المدنيين بأمان تام. من جهته قال المبعوث الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن عمليات النظام السوري المدعومة من روسيا في حلب ستنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة. هذا وتظاهر محتجون أمام مقري السفارة الروسية في العاصمة التركية أنقرة وقنصليتها العامة في مدينة إسطنبول تنديدا باستمرار القصف الروسي المكثف على مدينة حلب وسط إجراءات أمنية مشددة.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها من قبيل أهالي حلب ليسوا وحدهم وافتحوا طريقا إلى حلب إلى جانب علم الثورة السورية، مرددين هتافات ضد روسيا والنظام السوري. وتضامنا مع أهالي حلب الذين يتعرضون لأبشع إبادة من قبل نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه، نفذ عشرات الناشطين والصحفيين اللبنانيين اعتصاما صامتا تحت المطر في ساحة سمير قصير في وسط بيروت. المعتصمون رفعوا لافتات تضامنية مع حلب ومنددة بالمجازر التي يقوم بها النظام السوري وأعوانه ومن بينهم حزب الله، كما رفعوا علم الثورة السورية تأكيدا على استمراره على الرغم من كل ما يجري. في عكار عمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق الدولية المؤدية إلى سوريا في ساحة العبدي، مستنكرين أشد الاستنكار ما تتعرض له حلب من مجازر على يد النظام السوري والإيراني والروسي، مؤكدين أنهم في وقفة في وجه جميع الصامتين على ما يجري هناك من بشاعة، مطالبين الحكومة اللبنانية بطرد السفير الإيراني والسوري والروسي من لبنان. هذا وأشعل المحتجون الإطارات المشتعلة في جو من الغضب والتنديد حيال ما يحصل من مجازر بحق الأطفال والنساء. كرمال أطفال حلب وكرمال أطفالنا بالمستقبل، لأنه نحن إذا ما وصلنا معهم جاي الدار علينا. وخلي حكام العرب كلياتهم يفيقوا بقى. إيران رح تحتل كل العالم العربي ونحن نايمين. وهذه رسالة لطرد السفير الروسي والإيراني والسوري من لبنان. في النشرة بعد الفاصل، السطو على بنك سوسيتي جنرال عند جسر كفرشيمة. أهلا بكم من جديد. استكمل وفد نواب تكتل التغيير والإصلاح جولته على المسؤولين للبحث في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، فزار بيت الوسط وصف. ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات موضوع جولة وفد تكتل التغيير والإصلاح الذي التقى الرئيس المكلف سعد الحريري، وقدم الوفد النواب إبراهيم كنعان، ألا عون، زياد أسود، نعمت الله أبي نصر، وغسان مخيبر، وحضر اللقاء الدكتور غطاس خوري. كنعان وصف الجلسة بالمفيدة وقال إن العمل هو لإنتاج قانون انتخابات في أقرب فرصة لإجراء الانتخابات في مواعيدها. لمسنا من دولة الرئيس حريري كل الإرادة بالتعاون حول هالموضوع، كذلك الأمر تم الاتفاق على تشكيل مجموعة ضيقة من كل الكتل بعيدا عن الإعلام بتقوم بعمل جدي خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى صيغة مشتركة من ضمن الاقتراحات المطروحة اليوم بمجلس النواب. مش ضروري ننطر تشكيل حكومة، نتمنى تشكيل حكومة بأقرب فرصة، وبعتقد في أشاير بهذا الاتجاه، ولكن نحن عملنا منفصل. نحن صار لنا سنوات عم نشتغل على القانون. مش مسموح قبل الانتخابات النيابية بكم شهر نصبح عم نفتش على جنس الملائكة إذا كان بيركب معنا اجتماع بمجلس النواب أو ما بيركب. نحن توافقنا ودستورنا ونظامنا مش بس بيسمح لنا، بيطالبنا أنه ننجز هذه المهمة. من هالمنطلق كان في توافق تام حول ضرورة التعاون على هالمنطلق، حتى بحثنا ببعض السياق. كنعان تطرق أيضا إلى الملف الحكومي متحدثا عن إيجابيات. في إشارات بالوسط السياسي عم بيتم تداول ببعض الاقتراحات اللي موجودة، في إيجابية معينة بالرغم من أنه كمان في بعض التحفظات حول بعض المسائل، لكن بنتمنى تذليل كل هالعقبات خلال فترة وجيزة. كل اللبنانيين بدهم حكومة ونحن بدنا حكومة، لكن كمان مراعاة الأصول، احترام الصلاحيات الدستورية كان لرئيس الجمهورية أو لرئيس المكلف، شغلة كتير مهمة. كيف منبلش عهدنا؟ كيف مننتهي؟ كيف منكمل؟ لذلك اليوم بعتقد في إيجابيات، ولكن عم تنحط كمان ضمن الأطر والأصول الدستورية وضمن الأحجام ديمقراطيا اللي نحن كلنا سوا بنعرفها الموجودة إن كان على الصعيد الشعبي. وفد التكتل زار أيضا بيت الكتائب والتقى رئيس الحزب سامي جميل في حضور النائبين نديم جميل وسامر سعدي. بالنسبة لنا كل الكتل النيابية اليوم بالأخص يلي اليوم نشأت عن هالاتفاقات اتفاق رئاسي على انه نبرهن انه حقيقة في نية جدية باقرار قانون انتخابي جديد. هذا امتحان كبير لكل الافرقاء، امتحان للحكومة، امتحان للعهد، امتحان لرئيس الحكومة انه موضوع قانون انتخابي يكون حقيقة
إنجاز جديد قبل حصول الانتخابات بأيار. ما بنفهم أنه قانون انتخاب جديد مطلوب من أكثر من 26 سنة، صار في عمل خلال السنتين وثلاثة اللي مضيوا على مدى أسابيع وأشهر، أنه نوصل على كم شهر من الاستحقاق ونوقف. اليوم هنالك لحظة، هذه اللحظة التاريخية واللحظة إذا بدكم المؤاتية هي بانتخاب رئيس جديد، هو الرئيس ميشيل عون، الرئيس الميثاقي اللي كلنا سوا أو نحن تحديدا كمان بالتيار وسائر القوى المسيحية كنا عم نبحث وعم نجهد أن يكون عندنا رئيس بهذا المستوى التمثيلي. اليوم ما بقى في حجة أنه قانون الانتخاب ما ياخد طريقه إلى التنفيذ. الجميل أضاف، نحن على استعداد لأن نتعاون مع التيار وكل فريق سياسي يحب أن يعمل معنا لإقرار قانون انتخابي قبل حصول الانتخابات، وسنكون إيجابيين للنهاية. في بيت الوسط أيضا، سلسلة لقاءات للرئيس المكلف سعد الحريري والسفير المصري يأمل بتشكيل الحكومة قريبا. في بيت الوسط استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، الذي شكر الرئيس الحريري على موقفه القوي إزاء حادث الكنيسة البطرسية المؤلم، كما شكره على دعمه الدائم لمصر. وكذلك اطلعت منه على تطورات عملية تشكيل الحكومة، وأنا متفائل بعد اللقاء أنه نأمل أن يكون هناك إعلان قريب عن تشكيل الحكومة، بحيث يتمكن لبنان من التحرك قدما ونتمكن معا في إطار العلاقات المصرية اللبنانية وفي إطار العلاقات بين الحكومتين من تفعيل التعاون في مختلف المجالات العلاقات الثنائية خلال الأشهر القادمة. الرئيس الحريري استقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج في حضور المستشار مازن حنا، وجرى عرض لنشاطات ومشاريع البنك في لبنان. ثم التقى الرئيس الحريري المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا في حضور وزير الزراعة أكرم شهيب والوفد المرافق، وجرى عرض نشاطات المنظمة في لبنان والمنطقة. أبلغ رئيس الجمهورية ميشيل عون زواره أن الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة وقد حققت تقدما، لافتا إلى أن الورشة النهوض بلبنان تتسع للجميع إلا لمن يريد أن لا يشارك فيها، لافتا إلى أن الحرب ضد الفساد ستكون من أولويات اهتماماته بالتعاون مع الحكومة العتيدة. وأشار الرئيس عون إلى أهمية القرار الذي اتخذه البنك الدولي بدعم الاقتصاد اللبناني من خلال المشاريع الانتاجية التي سيؤمن التمويل لها، معربا عن أمله في أن تشهد فترة الأعياد المقبلة حركة ناشطة بدأت مؤشراتها بالظهور من خلال ارتفاع عدد القادمين إلى لبنان لتمضية عيدي الميلاد ورأس السنة فيه. الرئيس ميشيل عون تلقى رسالة استمرار دعم للبنان من وزير الخارجية الأمريكية نقلتها مساعدته لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون، التي جرت أيضا على عدد من السياسيين. رسالة شفهية من وزير الخارجية الأمريكية جون كيري تلقاها رئيس الجمهورية ميشيل عون، نقلتها إليه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد. الرسالة الأمريكية جددت التهنئة لعون بانتخابه رئيسا للجمهورية، وأكدت استعداد الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في دعم لبنان سياسيا وأمنيا وماليا لتمكينه من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة. باترسون جددت استعداد بلادها لمواصلة الدعم للجيش اللبناني وتلبية حاجاته، مشيدة بالدور الذي يلعبه في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في البلاد، كما أكدت تقدير بلادها للرعاية التي يقدمها لبنان للنازحين السوريين. الرئيس عون من جهته أكد لضيفته رغبة لبنان في استمرار المساعدات الأمريكية للجيش والمؤسسات الأمنية لتمكينها من القيام بمهماتها كاملة، لا سيما وأن الجيش حقق نجاحات كبيرة في العمليات الأمنية الاستباقية التي يقوم بها في إطار حربه على الإرهاب. واعتبر الرئيس عون أن المعالجة الحقيقية لمأساة النازحين السوريين تكون من خلال إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. باترسون ترافقها السفيرة الأمريكية وأعضاء الوفد المرافق زارت بيت الوسط، حيث عرضت مع الرئيس المكلف سعد الحريري لآخر التطورات السياسية في لبنان والأوضاع في المنطقة. ومع قائد الجيش العماد جان قهوجي بحثت باترسون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.
مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط والسفيرة الأمريكية زارتا غرفة بيروت وجبل لبنان بدعوة من رئيسها محمد شقير، حيث عقد اجتماع ضم قيادات من القطاع الخاص اللبناني، وتم خلاله البحث في سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والخطوات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد اللبناني. أقدم أربعة مسلحين ملثمين على سلب بنك سوسيتي جنرال على جسر كفرشيما، وذكرت المعلومات أن مسلحين كانا داخل رودهة المصرف وبحماية عنصر عند مدخله، ورابع ينتظرهم في سيارة مرسيدس، طلبا من الموظفين جمع الأموال ووضع في كيس، في حين سمعت طلقتان ناريتان داخل المصرف من دون أن يصاب أحد من الموظفين والزبائن بأذى، وقد يكون سبب إطلاق النار هو تأمين الخروج من المصرف. ولاحقا عثر على السيارة التي استقلها سالبو المصرف عند مفرق المرداشية عند أطراف الحدث، وهي تحمل لوحة عمومية ومسروقة من الضاحية، وقد ادعى صاحبها بفقدانها، وقد حضرت إلى المكان الأدلة الجنائية وعملت على سحب البصمات وتفتيش السيارة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. داعش يتبنى الهجوم الانتحاري على الكنيسة البطرسية. أهلا بكم من جديد. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في القاهرة، وكانت النيابة العامة المصرية قد أوقفت أربعة متهمين بينهم سيدة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التورط بالتخطيط والتنفيذ لتفجير الكنيسة. إلى القضاء انتقلت جريمة تفجير الكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة مع قرار النائب العام المصري حبس أربعة متهمين بينهم سيدة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لتورطهم في التخطيط والتنفيذ لتفجير الكنيسة، والذي أسفر عن مقتل 24 مصريا وجرح 49. النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الموقوفين والفارين تهم القتل العمد واستباحة الدماء وحيازة أسلحة ومتفجرات وإيواء إرهابيين وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وطالبت أجهزة الأمن بضبط وإحضار الهاربين وهما مهاب مصطفى السيد قاسم وكرم أحمد عبد العال إبراهيم. هذا وكشفت تحقيقات النيابة أمن الدولة العليا أن الانتحاري محمود شفيق منفذ التفجير سار بخطوات سريعة إلى داخل الكنيسة قبل بدء القداس، وعندما شك فيه أحد أفراد الأمن الإداري في الكنيسة لاحقه إلى الباب الخلفي للقاعة المخصصة للسيدات. من ناحيتها كشفت وزارة الداخلية المصرية أن منفذ الهجوم تلقى التكليف بالقيام بعمليات انتحارية ضد مسيحيين، مؤكدة سفر المشتبه فيهم إلى دولة عربية للاتصال بقيادات جماعة الإخوان وتلقيهم تدريبات عسكرية في سيناء. وفي السياق كشف أحد خدام الكنيسة في مقابلة صحفية أنه التقى بمنفذ التفجير قبل الحادث بيوم واحد، حيث أتى الإرهابي مساء السبت وسأل عن بعض الكتب الدينية التي تروي تاريخ المسيحية بزعم أنه يعد دراسة عن الدين المسيحي ويريد مقابلة أحد القساوسة، وكان يحمل حقيبة كبيرة زرقاء اللون. أعلن الجيش العراقي سيطرته الكامل على حي النور في المحور الشرقي للموصل واستعادة 35 حيا في هذا المحور منذ بدء المعارك، بينما ذكرت مصادر أمنية أن تنظيم داعش شن هجمات على مواقع لميليشيا الحشد الشعبية على أطراف تل عفر. معركة تحرير الموصل تتهادى على وقع تفجير إرهابي داعش جسرا على الجهة الشرقية داخل مدينة الموصل يعرف بجسر الخوصر على نهر الخوصر لإيقاف تقدم القوات العراقية من حي الفلاح الذي استعادته في اتجاه حي السكر الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم. من جهة أخرى أفادت مصادر أمنية عراقية بتوقف المعارك شرق الموصل، وذلك بعد إعلان اكتمال المرحلة الأولى من عمليات استعادة المدينة. وكشفت المصادر عن قرار القوات المشتركة بدفع تعزيزات من الشرطة الاتحادية إلى المحور الشمالي في قضاء تل كيف بهدف إسناد الفرقة 16 في اقتحام القضاء الواقع شمالي الموصل. إلى ذلك قصف طيران التحالف الدولي اجتماعا لعناصر داعش في مطار الموصل بالساحل الأيمن من المحافظة، مما أدى إلى تدمير ثلاثة مواقع في الصالة الرئيسية للمطار وعدد من السيارات المركونة في المنطقة. من جانبها تستعد
تستعد قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي لاقتحام حي المثنى، وهو أكبر أحياء الموصل والقريب من الأحياء المحررة شرقا، في وقت ذكرت مصادر أمنية إن تنظيم داعش الإرهابي شن هجمات على مواقع لميليشيا الحشد الشعبي بأطراف تل عفر. وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى عبد الأمير يار الله إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية نجحت خلالها في تحرير حي النور بالساحل الأيسر للموصل شرقي المدينة من سيطرة تنظيم الدولة بالكامل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيه، بالإضافة إلى استعادة 35 حيا في هذا المحور منذ بدء المعارك. وأكد يار الله أن القوات الأمنية كبدت التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأن الجيش يتابع عملياته العسكرية حتى تحرير الموصل بالكامل على حد قوله. في اليمن صدت قوات الشرعية هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح جنوبية تعز، في وقت أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن طفلا يمنيا واحدا يموت كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض. الشرعية اليمنية متمسكة بالمرجعيات 3 لحل الأزمة سلميا، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وخلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن ريتشارد ريلي أكد التمسك بالمرجعيات 3 سبيلا لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. من جانبه جدد ريلي حرص بلاده على تحقيق السلام والأمن في اليمن. ميدانيا شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين في منطقة حزيز جنوب صنعاء ونهم شرقها، وطاولت الغارات مناطق متفرقة من صعدة وحرد بحجة وعسيلان في شبوة، وصولا إلى منطقة آل حجلان في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب. هذا وعنفت المواجهات في منطقة حريب في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء بين قوات الشرعية والميليشيات، كما تواصلت الاشتباكات في الأطراف الشرقية لمدينة تعز، وصدت قوات الشرعية هجوما عنيفا للميليشيات في مديرية المصراخ جنوب تعز، فيما وصلت الاشتباكات إلى جبهتي الوازعية والصلو جنوب المحافظة. إنسانيا كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن طفلا يمنيا واحدا على الأقل يموت كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض، محذرة من أن 2,200,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحادة ويحتاجون إلى العناية العاجلة. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين: تأخير تنفيذ الاتفاق الروسي التركي لخروج الثوار وعائلاتهم من أحياء حلب الشرقية. المفادة الأمريكية تنقل إلى عون رسالة دعم للبنان. صيغة قانون الانتخاب الجديد محور بحث وفد تكتل التغيير والإصلاح مع الحريري والجميل. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي.